اسألوا يا جماعة أي حد كان عنده مشاكل مع أولاده في الغرب، هيقول لكم مفتاح الشر بدأ من البيت ببداية دخول اللغة الإنجليزية فيه، لأنها عليها عامل كبير جدا في تكوين شخصية الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. محتوى اليوم مختلف شوية، لكن أتمنى من كل أم وأب عرب عايشين خارج البلاد العربية لو فتحوا الفيديو ده يكملوا للآخر. ربنا قدر لبعض العرب أنهم يخرجوا من بلادهم ويعيشوا في مجتمعات غربية، زي ما قدر لبعض الأجانب أنهم يخرجوا من بلادهم ويعيشوا في مجتمعات عربية أو أيا كان هم عايشين فين، بحكم شغلهم كدبلوماسيين أو شغالين في شركات عالمية، الله أعلم بظروف الناس، وده طبيعي جداً. اللي مش طبيعي يا جماعة اللي احنا كعرب بنعمله في ولادنا من ضياع هويتهم ولغتهم وشخصياتهم والتغيير في طريقة تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم وكل شيء. على سبيل المثال، عمركم شفتوا 2 أجانب ماشيين في بلد عربي بيكلموا بعض بالعربي؟ لأ. طب عمركم شفتوا 2 أجانب ماشيين في بلد عربي بيكلموا ولادهم أجنبي وولادهم بيردوا عليهم بالعربي؟ برضو لأ. طب عمركم شفتوا أجانب عايشين في بلد عربي ودايما في البيت فاتحين التلفزيون بالعربي وبيكلموا بعض بالعربي ومقعدين ابنهم جنب ولادكم في المدارس الحكومية؟ برضو لأ طبعا، ومش هيحصل. طب اشمعنا احنا كعرب اللي بنعمل كده؟ اشمعنا احنا كعرب اللي مش فارق معانا؟ وده جمع الفرق بيننا وبينهم كمجتمع غربي. هما اتمسكوا بأهدافهم، اتمسكوا بثقافتهم بلغتهم بعاداتهم بتقاليدهم بكل شيء، وعارفين انهم مجرد أجانب عايشين في بلد عربي. مش معنى ان هما عايشين في بلد عربي او زاد لهم طفل في بلد عربي ان هما اصبحوا عرب. طبعا في ناس هتقول علشان لما الولاد يروحوا المدرسة يكونوا مستعدين، ما يروحوش مش عارفين حاجة خالص. لازم طبعا. وطبعا في ناس هتقول عشان الحضارة والثقافة والتقدم وكل ده مايل للغرب. يا جماعة ده مش مبرر. بمجرد الطفل مراحل المدرسة هيتكلم اللغة احسن من اي حد. في ناس تانية هتقول كان الطيار قوي وكانت فيه ظروف. يا جماعة ولا طيار ولا غواص، في نماذج بسم الله ما شاء الله يترفع لها القبعة كأنهم ما خرجوش من بلادهم. إذن انتوا حقيقة قصرتوا، وعادي مش عيب ان الانسان ما ينتبهش لحاجة معينة فيصلح. في ناس تالتة هتقول انا مستحيل اكلم ابني انجليزي، مستحيل اتكلم معاه انجليزي. جميل جدا وانا موافقك. وابنك بيكلمك ايه؟ طب بسيطة، بلاش دي. ابنك مع اخواته او بنتك مع اخواتها بيتكلموا مع بعض ايه؟ انجليزي او اي لغة تانية. فرقت ايه عن اللي بيكلم ابنه بالانجليزي؟ النتيجة يا جماعة في الاخر واحدة، والاضرار واحدة. الضرر الاول، ولادكوا اصبحوا بلا هوية، لا منها عرب ولا بقى منهم انجليز او اجانب. وما نضحكش على بعض وتقولوا لا ولادنا عرب. عربي يا جماعة بأمارة ايه؟ مفيش عربي مش بيتكلم عربي، زي بالظبط مفيش انجليزي مش بيتكلم انجليزي. وبرضه مش هنضحك على بعض ونقول ولادنا اصبحوا اجانب لانهم معهم الجوازات او اتولدوا هنا. يا جماعة بالمنطق وبالحسبة دي انتوا كمان انجليز، لان انتوا معاكم الجوازات فبالتالي انتوا انجليز. خلينا واقعيين يا جماعة، ولادكوا لا شكلهم ولا اساميهم ولا دينهم ولا اي شيء بيمت للانجليز بصلة إلا اللغة، واللغة العالم كله بيتكلم لغات، ممكن أي حد يكتسب أي لغة وهو خارج البلد، مش شرط إنه يكون مولود في أي بلد غربي. الضرر الثاني، بتحرموا أهاليكم من كيفية التواصل مع أولادكم، يعني مش مكفيكوا إن أنتوا حرمتوا أهاليكم من وجودكم في وسطيهم، بالتالي أنتوا هتكونوا سبب في قطع أرحامكم لأن أولادكم بعدكم مش هيعرفوا أهاليكم. الضرر الثالث، بتخلوا ولادكم يشوفوا بلادهم الأصل على إنها
ممكن بلاد رجعية أو متخلفة، تحديدا لما بتحب إنك تخليه يتواصل مع أهله، بيشوفهم زي مثلا مش متعلمين أو مش متحضرين، لأنهم ما بيتكلموش لغات، هيتواصل معاه إزاي؟ عاوز مترجم. الضرر الرابع ده بيضركوا أنتوا شخصيا فيما بعد، لما بتتحطوا في مواقف بيكون فيها إنك لازم تتكلم إنجليزي أو أي لغة، ابنك علشان في المدرسة فبالتالي بيتكلم أحسن منك هيتريق عليك، ولو ما حصلش فده هيحصل وخليك فاكرني. الضرر الخامس انكم بتحطوا ولادكم في مواقف محرجة جدا لما يكونوا في موقف لازم فيه ان هم يتكلموا بالعربي، سواء قرايب او ناس مش بتتكلم اللغة، بيكونوا حاسين بالخجل ومكسوفين جدا من نفسهم انهم مش عارفين يتواصلوا، عارفين ان في مشكلة بتواجههم في النطق لانهم ما بيمارسوهاش، على العكس ان في ناس من جاليات تانية بتنزل ولادها مصر يتعلموا في الأزهر العربي 5 سنين و6 سنين ويرجعوا بعقلية تانية خالص وبلغة جديدة كمان، خوفا عليهم من البلد ومن الأجواء اللي فيها، فده يا جماعة بصراحة حاجة تكسف جدا. الضرر السادس وده الأقوى بالنسبة لي، إنكم بتحرموا ولادكم من فهم الدين وفهم القرآن بمعانيه الصحيحة، وانتوا سيد العارفين ان التراجم ما بتأديش للمعنى المراد الدقيق، نقدر نقول ان التراجم يعني هي اقرب ما يكون للمعنى مش المعنى الصحيح، وده طبعا شيء مؤسف. الضرر الاخير ان بتحويل حياتكم كلها للانجليزي او للغة الاجنبية، انتوا بتدوا انطباع خطير جدا للولاد ان هم خلاص اصبحوا اجانب، وان العربي ده اصلكوا انتوا كآباء وأمهات مش أصلهم هم. بالتالي أنا مش عايز أفسر يعني إيه أجانب وبعدين ترجعوا تزعلوا وتقولوا هم الولاد باظوا ليه، ده احنا ربناهم أحسن تربية. في ناس هتقول لا أبدا، احنا ولادنا متربيين واللي انت بتحكي فيه ده ما ينطبقش علينا واللغات ملهاش أي علاقة بالكلام ده. إزاي يا جماعة اللغات ملهاش علاقة واللغات عليها العمل الأكبر في اكتساب الثقافات والعادات والتقاليد؟ فلما تترك لابنك المجال انه يكون اجنبي، ما تلومش الا نفسك كأب لو اتخانق مع اخوه فجاب له الشرطه، او لو اتخانق معاك انت شخصيا يسيب لك البيت ويمشي، او ممكن يجيب لك انت كمان الشرطه، ايه المشكله؟ اسالوا يا جماعه اي حد كان عنده مشاكل مع اولاده في الغرب هيقول لكم مفتاح الشر بدا من البيت ببدايه دخول اللغه الانجليزيه فيه، لأنها عليها عامل كبير جدا في تكوين شخصية الطفل. في ناس هتقول لا أبدا برضو اللغة ملهاش علاقة، طب ما في ولاد عرب بيتكلموا عربي وباظوا وفعلوا الأفاعيل. هقول لكم أهاليهم أخدوا بالأسباب، يعني بالبلدي عملوا اللي عليهم. مثال، لو أنا معايا أكل وعاوز أحافظ عليه لتاني يوم بحطه في التلاجة، لو باظ دي حاجة بتاعت ربنا، لكن محطوش بره في العوامل الخارجية وللحرارة واجي بكرة وانتظر واقول ربنا حافظه. ده يا جماعة مش مبدأ، خدوا بالأسباب. فلو ولادكوا لسه كويسين ده ستر من ربنا عليكم، وعلشان الدور ما يجيش عليكم حاولوا تاخدوا الكلام ده بعين الاعتبار وتفكروا فيه وتشوفوا حل للمشكلة. انا متأكد ان في ناس دلوقتي هتتصدم من الكلام، وفي ناس عملت كده مش متعمدين ان هم يوصلوا لكده، او ممكن ما حسبوهاش كده، لكن خلاص طالما انت شفت ان ده غلط، لو انت اقتنعت بالكلام وشفت ان ده غلط حاول ان انت تحل. والحل يا جماعة بسيط، مش صعب زي الناس ما متخيلين، ممكن في الاول تواجه صعوبات لكن بعدين الامور هتولي طبيعية خالص. علشان تحل في طريقتين للحل، الطريقة الاولى التدريج، ودي انا منصحش بيها خالص لانها بتاخد وقت ومش هتجيب نتيجة. الاسلوب التاني اللي هو اسلوب الصدمة بيبقى على خطوات. الخطوة الاولى تقنعوا ولادكم انهم عرب، فمفيش عرب ما بيتكلموش عربي زي مفيش انجليزي ما بيتكلمش انجليزي، فمن اليوم ممنوع منعا باتا الكلام بينكم ومن بعضكم بالانجليزي والكلام معانا بالانجليزي، لان اللي هيكلمنا انجليزي مش هنرد عليه. هيجي حد يقول لا
انا ابني عنيد وبيبكي، والتانية تقول لا 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 انا بنتي بتقفل على نفسها الغرفة، ما بتكلمش حد. صلوا على النبي بس كده. ابنك يا حاجة مش هيعيط طول العمر، وبنتك العنيدة اللي قفلت الباب مش هتقفل الباب طول العمر. الأطفال محتاجينكم انتوا اكتر ما انتوا محتاجين لهم، وصدقوني لو ما فرضتوش شخصيتكم دلوقت عليهم بكرة هم هيفرضوا شخصياتهم عليكم. الخطوة التانية، دايما تحسسوهم انكم قاعدين هنا في البلاد دي فترة مؤقتة وهترجعوا بلادكم الأصل ولو بالكذب. فده انتوا بتعملوه كتأهيل لو حصل أي ظروف ان انتوا ترجعوا بيه، فما يقابلش هناك اي مشاكل في اللغة، او ما يلاقيش اي حد يتنمر عليه او يتريق عليه وهو بيتكلم العربية المكسرة اللي هو في الاول هيتكلمها وبعد كده ان شاء الله هيتكلم بطلاقة. كمان اتواصلوا مع اهاليكم، منها تبقوا بتصلوا ارحامكم، ومنها في نفس الوقت ان ولادكم بيحبوا اهاليكم وبيرتبطوا بيهم وبيكتسبوا اللغة اكتر. وانت كأم حاولوا انكم تعملوا ورد كده مع بعض، انكم مثلا تقرأ لهم قصة بالعربي عن قصص الانبياء او اي قصة من قصص الاطفال، بالتالي هيشوف مصطلحات فهيسألك على معناها فهتقوليها له، ومن هنا هتكون الانطلاقة. الخطوة الثالثة، التلفزيون. التلفزيون ده مهم جدا علشان تعمل توازن بين اللغتين. خلي 3 ايام التلفزيون بالعربي ويوم واحد بس بالانجليزي. هتقولوا ايه ده؟ لا ده مش توازن. طب حتى يوم ويوم؟ لا، يوم ويوم ازاي والشارع والمدرسة والمحلات والسوشيال ميديا وكل حاجة انجليزي؟ هو ده التوازن، ان احنا نخليله البيت هو بلدنا الاصل، ولما بنخرج بره في الشارع هو ده احنا كده خلاص سافرنا اوروبا. بالتالي البيت ده هو موطننا، هو اصلنا. شغلوا له كرتون قصص الانبياء، يعني ممكن مسلسل ما يكونش فيه مناظر مش مناسبة، اي حاجة، المهم ان هو يبقى بيسمع العربي، وانتوا بتحاولوا دايما معاه ان هو يرد بالعربي ما يردش بالانجليزي، بالتالي الامور ان شاء الله هتمشي. الخطوة الرابعة هي العقاب. يكون في عقاب للي يتكلم اللغة الانجليزية اكتر من 3 مرات في اليوم. طبعا بعد ما هتتفقوا انه خلاص مش هيحصل الانجليزي تاني في البيت، هو مسكين او البنت مسكينة هيتكلموا بالانجليزي في الاول، لذلك لازم تحط لهم قواعد. 3 مرات، اللي هيتجاوز ال3 مرات هيكون لي عقاب. العقاب يعني الحرمان من مصروف بياخدوا، لعبة بيلعب بيها، فسحة بتخرجوه بيها، المهم ان حاجة هو بيحبها انتوا بتاخدوها منه. وزي ما في عقاب يكون في مكافآت ولو بكلمة شكر. دايما تحاول انك تشجعه. ونصيحة يا جماعة، ما تضحكوش عليهم لما يجوا يتعلموا، ما تضحكوش عليهم، الاسلوب ده سخيف وبيجيب نتائج عكسية، وافتكروا ان انتوا اللي عملتوا فيهم كده. اتمنى ان اكون قدمت الفكرة بشكل بسيط، واتمنى اني قدمت ليها حلول تكون مناسبة. انا كده بلغت رسالتي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ربنا يحفظ ولادكم، مع ألف سلامة.